انا اسمي صافي مراد، مامة سيف year 1. عدد الولاد مش كبير قوي، فده بيخلي اكتر في تركيز مع الولاد. بالنسبه للاكتيفيتيز في BICC انا بلاحظ ان هي ميزه كبيره قوي، ان الولد يقدر او الولاد يقدروا ان هم يحضروا تمارين بعد كل داي، بدل ما انا ابقى شايله هم ان انا لسه هرجع من الشغل واودي التمرين وارجعه. هم مش بس بيهتموا بالتعليم بتاع الاولاد، لا هم بيهتموا كمان بنفسيه الاولاد، ودي حاجه مريحاني جدا لان ابني كل يوم بيحب يجي المدرسه. I love BICC.